خلينا نشوف التليفون. أستاذ أشرف محي الدين، مدير منطقة آثار الأهرامات، برحب بحضرتك يا أستاذ أشرف. يعني أول شيء أحب أعرفه من حضرتك، في جديد في الموضوع ده؟ اهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. وطبعا معالي وزير الاثار الدكتور خالد العناني احال الموضوع كله برمته للتحقيق للنائب العام تمام، للوقوف هل على في مسافات شيء الموضوع. جديد؟ هو التحقيق هيبين بقى هل المجاب الفيديو صحيح ولا لا، واذا كان صحيح المقصر هيجازى ويعاقب، لو ما كانش صحيح هيلاحق صاحب الفيديو والمستوى الدنماركي بالاجراءات القانونيه. هو يعني في بند انه ممكن الاحداث دي ما تكونش حقيقية؟ كل شيء وارد، يعني التحقيقات هتبين هل، لان الصوره الاخيره خالص اللي هي الاباحيه فيها بعض المتناقضات. طيب خلاص، ده التحقيق الخاص بي يعني النيابة. انا دلوقتي لو عايزة اعرف عند حضراتكم في تحقيق داخلي المنطقة دي، منطقة آثار الأهرامات، في تحقيق داخلي فتح عن الواقعة دي، ايه اللي حصل؟ هو طبعا في تحقيق داخلي تم من خلال شرطه السياحه والاثار ومن الاثار. تمام، منطقه الاثار الهرم بتفتح من الساعه 7 صباحا تمام للساعه 4 مساء يا فندم، من 4 ل 5 بيتم الاخلال كل منطقه اثار الهرم. في الفتره الليليه او المسائيه المنطقه مؤمنه من قبل شرطه السياحه والاثار. احنا بنتكلم في منطقه اثار الهرم، دي منطقه كبيره جدا فيها سور امني حوالي 18 كيلو بيحيط المنطقه الاثريه بالكامل. تمام في بعض الاجانب اللي هو عندهم هوس بالاثار المصريه او هوس بالاهرامات بيبقى عندهم بعض الفكر الغريب او السلوك الغير مسؤول، بيبقى جاي يقصد يعمل حاجه معينه. وعندنا بعض الوقعات اللي تمت في الفترات اللي فاتت تم التصدي ليها. طبعا احنا نقدرش نحكم هل الفيديو صحيح او مش صحيح الا لما يروح للجماعه الفنيين او التقنيين. لو ثبت صحه الفيديو وما جاء به سوف يتم مراجعة المنظومة الأمنية بالكامل للمنطقة الأثرية. التحقيق اللي عملته شرطة السياحة نتيجته ايه؟ لسه يا فندم التحليل مازال، لسه التحليل مازال والتحقيق وصل للنيابة العامة، هتاخد إجراءاتها اللازمة في التحقيق وهنشوف النتيجة يا فندم ايه. يعني ممكن افهم بعد ما حضرتك شرحت لي عملية التأمين، هل السياج الأمني اللي حضرتك بتتحدث عنه ده من الصعب اختراقه؟ المفروض ان هو صعب اختراقه، بس بتتكلم في مساحه كبيره جدا وفي عندك ظهير صحراوي ملاصق للمنطقه الاثريه من الناحيه الجنوبيه والجنوبيه الغربيه على مسافه 6 كيلو. دي تمام منطقه صحراويه كبيره جدا شاسعه، ممكن يكون احد المتربصين تسلل من خلال السور. ده لسه هيبان كل ده لما مراجعه المنظومه الامنيه ومراجعه كل الاجراءات الامنيه. هو في كاميرات يا فندم؟ في كاميرات يا فندم، المفروض في كاميرات موجودة على الأسوار الأمنية يا فندم. لا المفروض حضرتك، ولا في كاميرات؟ لا في كاميرات بالفعل موجودة على الأسوار الأمنية. كل السور ال 18 كيلو دول فيهم كاميرات؟ فيهم كاميرات كل معظم السور، في كاميرات يا فندم. الجزء في جزء داخل في مشروع التطوير، وفي برضه أحب أطمن الناس إن مشروع تطوير منطقة أثار الهرم شغالين فيه، هيتم رفع كفاءة المنظومة الأمنية بالكامل وزيادة عدد الكاميرات الداخلية داخل جوه المنطقة الأثرية والخارجية يا فندم. هي الكاميرات دي شغالة يا أستاذ أشرف؟ شغالة يا فندم. يعني ليها صيانتها وتمام، وبيتم يعني وبالفعل التعامل مع أي عطل فيها أول بأول؟ تمام، وهيتم رفع كفاءة زيادة عدد الكاميرات ديت في مشروع التطوير اللي هو شغال حاليا تمام بيخلص بنسبة 90% منه يا فندم. إن شاء الله. أنا بتكلم على اللي كان موجود بقى. الموجود الكاميرات الأسوار الملاصقة للمنطقة الأثرية دي شغالة، وفي غرفة تحكم موجودة بالمنطقة يا فندم. طبعا طيب يا الحاجات دي أستاذ كلها أشرف، هيتم تفريغ الكاميرات ويتم مراجعة الكاميرات، والتحقيقات شغالة من ساعة ما ظهر الفيديو يا فندم. طبعا الحاجات دي بتاخد بعض انتوا رصدتوا حالات اختراق قبل كده في 2018؟ انا بتكلم كان في بعض الحالات بالنهار، طبعا في بعض الناس اللي بيشوفوا علامة ممنوع التسلق وبيحاولوا يطلعوا جزء من الهرم كنا بننزلهم. في كتير ناس بيبقى عندهم شغف او ولع ان هو الهرم ده احد عجائب الدنيا السبع القديمة، عايز يربط اسمه بالهرم او سلك الهرم.
وكان في عندنا من حوالي سنه او حاجه زي كده اللي هو الولاد الالماني اللي طلع فوق قمه الهرم وتغاضى عن كل نداءات ليه بالنزول، وطبعا الناس خافت تتعامل معاه يحصل له حاجه يعمل فوق، وبالفعل لما نزل تم القبض عليه. دي حالات تم التعامل معاها فورا المفروض. طبعا ده تم التعامل معاها فورا، واحنا عندنا في قانون او في اجراء تنظيمي اللي هو بمنع التسلق الاهرامات حفاظا على الاثر. طبعا. وعندنا في كل جوانب الاهرامات لافتات باللغه العربيه واللغه الانجليزيه اللي هي ممنوع التسلق، بالاضافه للوحات التذاكر في بعض الارشادات اللي مكتوب عليها ممنوع التسلق. بس اللي جاي بيعمل حاجه زي كده، لا هو مش هيقرا الارشادات دي ولا ممنوع التسلق بقى ولا حاجه. ده شخص متربص حاطط في دماغه نيه معينه عايز ينفذها طلبا للشهره او سعيا لربط اسمه باهم عجيب من عجائب الدنيا السبعه القديمه يعني. لا هو يتربص يا فندم، ما هم دول موجودين كتير يعني، هو ده موجود يعني في الحياه. انا بتكلم بقى احنا ردنا ايه، دورنا ايه. اقول لحضرتك حاجه تانية، ما حضرتك قلت ان في ناس ممكن كانت بتطلع وممكن تقع وممكن تموت، وده كان ممكن برضو يحصل مع دول يعني. هو فندم اتفضل. احنا بنتكلم في تعزيز المنظومه الامنيه سواء من امن الاثار او امن شرطه السياحه والاثار حوالين اضلاع الاهرامات لمنع هذه التجاوزات يا فندم. واحنا بنتكلم في بعض الاوقات بيخش لي في الهرم حوالي 12 و13 و14 و15 الف واحد. يعني بنتكلم في يوم الجمعه والسبت عشان الحياه المدرسيه في اقبال كثيف على منطقه اصل الاهرام. دي مقصد سياحي وثقافي لطلاب المدارس. ما هو احنا اللي نعرفه انها مؤمنه جدا. يعني منطقه بتشهد حاله تامينيه كبيره. علشان الرحلات اللي حضرتك بتقول عليها، علشان الزيارات لأي سياح بيهتموا جدا انهم يكونوا في المنطقة دي. يعني كل الحالات دي بتجعل يعني حالة التأمين ده، انا بتصور كده على مدار الساعة على أهبة الاستعداد. هو ده اللي احنا بس عايزين نعرفه. الكلام ده كان مستمر طول الليل يعني، كان موجود طبعا يا فندم. التأمين بتاع المنطقة السياحية موجود بالليل، بس في بعض الناس او زي ما قلت كده السلوكيات ده بيقعد منتهز اي فرصة تراخي او منتهز اي فرصة اي حاجة خالص، قاعد جنب السور بالليل بيحاول ينط، ومع امتداد السور الطويل ده ممكن ما يلاحظش. ده وارد. طيب هو طبعا امر معارض للاخلاقيات، امر طبعا يعني بيرتبط باهم رمز للحضاره المصريه، مرفوض واثار طبعا حاله من الغضب، سلوك غير اخلاقي، صوره بتسعى لايذائنا جميعا، ايذاء مصر مكان مهم جدا من اهم رموز مصر. أنا بشكر حضرتك يا فندم على هذا الحديث، هنتابع طبعا نتائج التحقيقات. شكرا لحضرتك أستاذ أشرف.